عزيزي المشاهد، أهم شيء من التاريخ والقصة العبرة والتعلم. النهاردة هنتكلم عن تاريخ يعتبر تاريخ منسي، وفي جزء كبير جدا من المسلمين ما يعرفوش عنه أي حاجة. الأندلس بدأ من سنة 92 هجريا إلى سنة 897 هجريا، أي 800 سنة. ومن العجيب إن كثير من المسلمين لا يعلمون تفصيل هذا التاريخ. وتاريخ الأندلس لكبر حجمه مرت فيه كثير من دورات التاريخ، في كتير من الأمم قامت وكتير من الأمم سقطت داخل تاريخ الأندلس. وفي بداية الكلام عن الأندلس لازم نبتدي بالكلام عن شخصيتين محوريتين مهمين جدا، وهما طارق ابن زياد وموسى ابن نصير. مبدئيا كده، دخل الإسلام في الشمال الأفريقي سنة 23 هجريا، وكانت تسكن قبائل البربر شمال أفريقيا. وقبائل البربر في شمال أفريقيا كان عندها مشكلة كبيرة جدا، بحيث إن هي كلما أسلمت ودخلت الإسلام كلما بترتد عن الإسلام مرة تانية، وبالتالي دارت مواقع كبيرة جدا بين البربر والمسلمين، حتى استقرت الأمور للمسلمين في النهاية سنة 86 هجرية على إيد موسى ابن نصير. وعشان كده إحنا لازم ناخد فكرة سريعة جدا عن موسى ابن نصير الذي ثبت أركان الإسلام في شمال أفريقيا. موسى ابن نصير أبوه نصير، وكان قائد جيوش الدولة الأموية، أي جيوش معاوية ابن أبي سفيان. فبالتالي موسى تربى في بيت الأمراء وتربى على حياة الفتح والحرب. ثم كبر موسى وأصبح شابا وتولى المناصب، ثم أصبح قائد جيوش الأمويين في منطقة مصر، ثم بعد ذلك توسع وكبر في المناصب أكبر وبقى والي أفريقيا سنة 85 هجريا وثبت أقدامه في أفريقيا. موسى ابن نصير قعد يفكر، قال يا ترى كل شوية ليه الناس في أفريقيا بيأسلموا وبعد كده بيرتدوا عن الإسلام، وبالتالي لما بيرتدوا عن الإسلام بيحاربوا المسلمين فبتدور ما بينهم مواقع طاحنة وهائلة. وتذكر ان عقبة ابن نافع قتل على يد البربر في شمال افريقيا، وهو في طريق عودته من المغرب الاقصى قتل في القيروان. فلماذا يحدث الامر بصورة متكررة من البربر؟ لقى موسى ابن نصير ان المسلمين وكل القيادات اللي قبله كانوا بيقعوا في خطأين مستمرين، فابتدى موسى يتجنب الخطأين دول ويصححهم عشان يثبت أركانه في أفريقيا. الخطأ الأول اللي لقاه إن عقبة بن نافع ومن معه كان يفتحون البلاد فتحا سريعا، فتح سريع جدا لدرجة إن هم ما كانوش بيقدروا إن هم يحموا ظهورهم، وكانوا بيتوغلوا في أماكن كتيرة جدا، فبالتالي مش بيعرف يثبت أركان حكمه، فالناس بيتنقلب عليه من ورا ظهره وبيجمعوا الجيوش وبيحاربوه. فموسى ابن نصير ابتدى يفتح البلاد في أفريقيا بحذر شديد جدا، وبدأ يتقدم خطوة خطوة ويؤمن ظهره، ثم فتح البلاد في أفريقيا في 7 سنوات، بينما أخذ عقبة بن نافع الأمر في شهور معدودة. والأمر الثاني اللي لقاه موسى ابن نصير إن كان تعليم الدين الإسلامي في البلاد دي ضعيف جدا، وبعد أن استتب الأمر لموسى ابن نصير في شمال أفريقيا أخذ قرار أن يذهب لفتح بلاد الأندلس. وفي الوقت ده موسى ابن نصير قدر أنه يفتح الشمال الأفريقي كله إلا مدينة سبتة، وهي مدينة مغربية تقع على مضيق طارق، وبلاد الأندلس بيفصل بينها وبين المغرب جبل طارق، وعلى حدود بلاد الأندلس مينائين، ميناء طنجة وميناء سبتة. ميناء سبتة في الوقت ده لم يفتح، ولكن ميناء طنجة فتح من قبل المسلمين، وولي موسى ابن نصير على ميناء طنجة رجل من أمهر الرجال وهو طارق ابن زياد. طارق ابن زياد من البربر، بالأخص من قبائل البربر الأصلية التي تعيش في شمال أفريقيا. وللمعلومة البربر دول مش زنوج ولا بشرتهم سمرة، لأ البربر دول جنس بشري بيض البشرة وعينيهم ملونة وشعرهم أصفر، بالمعنى الأوضح كده أصولهم أصول أوروبية، فيهم شبه كبير جدا من الأوروبيين. وكان وصف طارق ابن زياد إن هو كان ضخم الجثة وشعره أشقر وعينيه زرقاء، بالمعنى الأوضح كده كان راجل وسيم جدا. وتولى طارق ابن زياد ولاية مدينة طنجة القريبة من سبتة التي لم تفتح، وبالتالي سبتة قريبة من بلاد الأندلس. وفي الوقت ده
فتح موسى ابن نصير جزر اسمها جزر البليار عشان يأمن ظهره من ناحية الشرق تمهيداً لفتح بلاد الأندلس. جمع موسى ابن نصير 7000 رجل وولى عليهم القائد طارق ابن زياد. ثم بدأ هذا الجيش يعبر مضيق جبل طارق سنة 92 هجرياً، وأول ما نزلوا عليه سموه جبل طارق وسمي باسم طارق ابن زياد. ونزل طارق بجيشه على الجبل وانتقل إلى جزيرة تسمى الجزيرة الخضراء، وهناك قابل الجيش الجنوبي للأندلس، ودي كانت حامية أندلسية بتحمي الجزيرة دي. واشتبك معاهم طارق بجيشه ودار القتال، وانتصر طارق ابن زياد عليهم. وفي الوقت ده قائد الحامية الأندلسية هرب وأرسل رسالة سريعة إلى طليطلة وهي عاصمة الأندلس، وطليطلة بتقع في منتصف بلاد الأندلس. بعت رسالة للزريق ملك الأندلس: فإنه نزل علينا قوما وإننا لا ندري هم من أهل الأرض أم من أهل السماء. وبعد ما وصلت الرسالة للزريق جمع 100,000 مقاتل من الفرسان وجاء بهم من الشمال إلى الجنوب، وطارق ابن زياد معاه 7,000 راجل بس من المشاة اللي بيمشوا على رجليهم، وكان معاه عدد قليل جدا من الخيل. تخيل 7,000 بدون تجهيز من الخيول أمام 100,000 رجل، مقياس صعب جدا. فأرسل طارق ابن زياد رسالة إلى موسى ابن نصير بيطلب منه المدد. فأرسل موسى ابن نصير إلى طارق ابن زياد 5,000 رجل بس برضو من المشاة، فأصبح قوائم جيش طارق 12,000 رجل. وبعد ما اكتمل جيش طارق ابتدى طارق يختار أرض المعركة، فاختار وادي اسمه وادي لكة وعسكر بجيشه عنده. أنا عايزكم بقى تركزوا معايا قوي في المكان اللي اختاره طارق ابن زياد. في مكان وادي لكة خلف طارق ابن زياد وعن يمينه جبال عشان يحمي خلفه وميمنته، وفي ميسرة الوادي بحيرة عظيمة جدا فلا يستطيع أحد أن يلتف من حوله من جهة اليسار. ثم وضع على المدخل الجنوبي لهذا الوادي فرقة لحمايته حتى لا يدخل عليه أحد من المدخل الجنوبي، وبالتالي كده حيصبح أمام جيش طارق فقط وأمام العدو الشمال مفتوح حتى يستقبلهم. وانتظر طارق في هذا المكان لزريق، وجاء لزريق من بعيد ومعه البغال محملة بالحبال في ظنه إنه حيأخذ جيش طارق معاه كأسرى وحيربطهم بالحبال في ظهر البغال. طبعا ثقة كبيرة جدا عند الزريق إنه حيهزم جيش طارق وحياخدهم كلهم أسرى ويربطهم في البغال، مقياس صعب جدا 12,000 رجل ضد 100,000 رجل، وجيش طارق معظمه من المشاة ومعه عدد قليل جدا من الخيول عكس جيش الزريق جيش معظمه من الفرسان و100,000. فكان الغرور مليه ان هو حيسحق جيش طارق ابن زياد. وجاء الزريق وقد جلس على سرير محل بالذهب بيحمل على بغلين وهو يلبس التاج الذهبي والثياب المطرزة بالذهب، واللقاء حيتم في 28 رمضان سنة 92 هجريا. دايما شهر رمضان هو شهر المعارك والانتصارات. يا ترى ايه اللي حيحصل ما بين الزريق بجيشه الكبير جدا وما بين طارق ابن زياد؟ وهل فعلا الزريق حيهزم طارق ابن زياد وحياخد جيشه أسرى وحيربطهم في البغال وحيرجع بيه مرة تانية إلى طليطلة، ولا حينتصر طارق ابن زياد وتنجح خطته في وادي لكة؟ كل ده بقى إن شاء الله هنعرفه مع بعض في الحلقة اللي جاية من تاريخ الأندلس. ياريت لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب وتشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.